بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل وصفة المملحات، وصفة مليحة بزاف، اللي ميني همبرغر اللي ميني باغيت. عجينة نجمو تعملوا بها عدة وصفات للمملحات، مليحة بزاف العجينة دي. لهنا عندي 700 غرام فارينة تغربلوها، انا لهنا درت دي 45، اي نوع مليح من الفرينه تاعكم. لهنا عندي 130 غرام دقيق لرطب خلاها اكسترا فين، ولا تخلطوا هذا مع بعضها من النواشف. تلحقوا مغرف تاع قهوه، مغرف صغيره مش صغيره خلاها، مغرف مليحه تاع قهوه، ملح. لهنا عندي شويه ماء دافي حطيته في كاس، نحط عليه مغرف كبيره تاع خميرة الخبز، تخليوها هكا حتى 3 دقائق حتى تتحل شويه باش ما تقعدش حبيبات في العجينه، ومام طون تعرفوها صالحه ولا لا. الماء يكون دافي سورتو، يفوبا يكون سخون. لهنا نديو مغرف تاع قهوه، مغرف صغيره، خميره كيميائيه، خميره كيميائيه. ولهنا نحط بيضة درجة حرارة الغرفة، تخلطوها هكا شوية وتحطوها على الفارينة. لهنا عندي مغرفة السكر، مغرفة كبيرة السكر. ولهنا عندي بو ياوغت ناتشور، ياوغت طبيعي، درجة حرارة الغرفة كيف كيف. أنا خرجت هو البيض ساعتين قبل. ولهنا تحطوا 5 مغارف زيت، اللي عندكم زيت زيتونة ولا زيت عبد الشمس. ولا تخلطوا الخميرة ذيكا اللي في الكاس، تنحيوا الباقي كل فيها، وتجمعوا العجينة بيديكم حتى تولي عجينة طارية، ولا تلموها. أنا هزيت لهنا الكاس ما باش الكاس هذايا كبير شوية، منعرف 250 مليليتر بالك يعني. المهم كاس كبير، وتحطوا هكا الماء بشوية حتى نتلم عليكم عندكم العجينة وتولي طارية. تدلكوها هكا يشي من 5 إلى 8 دقائق، أنا دات 8 دقائق لهنا حتى تولي عندكم طارية وما تتلصقش. والماء زيدك تشوفوها حتى تولي على القوام هذي، تلحقوا الماء هكا بشوية، تدلكوا وتلحقوا الماء حتى تولي على القوام هذا. اكشفتوا الكاس قد ما بقى لي منه. فوالا، وتخليوها تخمر ساعه لساعه وربع هكاك. انا ما كملت القاضيه يتو هكاك في الكوزينه، ساعه وربع دات لي، يتضاعف الحجم تاعها 3 مرات. لهنا نرجعوا للحشوه. حطيت ماغيني انا في البارح في الليل، حطيت ماغيني دجاج، وراحت لي الوصفه تاع الماغينات كي حطيت لي زيبيس راحت لي. نكتب لكم كلش في صندوق الوصف، هي واللحم مرحي راحت لي. لهنا عندي زوز ستورة تاع دجاج كبار، مرسو زوز مرسوات كبار تاع دجاج، حطيت عليهم 5 مغارف كبيرة زيت، وزوز مغارف كبار خل ولا قارص، وواحد بو ياوغ ناتشور، ياوغ طبيعي، وملعقة صغيرة كركم، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة إكليل الجبل لغومارين أنا مشي عندي ومرحي، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة صغيرة أغب دو بروفانس أعشاب عطرية، ملعقة صغيرة ثوم بودر. اللي ما عندهاش تعمل حتى زوج سنات ترحيهم هكا، وتخلطوا هذيك كل، تشوفوا الريحة جات من هذيك كي حليتها اليوم غدوة طيبة على الكيف. ولا تخلط، تحطوا شوي زيت في المقلة، ماكش ما حطيتش بزاف في الماغينات، وتخلطوا الحشوة مليح. قال تخلطوا ولا تحطوا في المقلة وتخلطوا هكا، تحركوا حتى وين يطيب على نار قاوية حتى يشيح من الماء تاعو الدجاج هذاك ويكون طاب وهكا وتفرق. تخليوه دوك طياب خي يبرد، ولا هاك تستمروا حتى من 10 دقائق يكون طاب معاك. ولا لهنا هاو طاب ونشف من الماء وكل كعبه وحدها.
ولا لهنا نرجع للحم مرحي تاعي. انا كانت عندي كميه العجينه شويه كبيره صافي، كانت لهنا عندي 800 غرام لحم مرحي، حطيت عليهم بيضه، ملعقه صغيره ملح، نصف ملعقه صغيره تاع واش اسمه مش نصف على راس المغرف فلفل اسود، ونص بصله صغيره حكيتها، ملعقه صغيره فلفل احمر او زينه بابريكا، ملعقه صغيره كركم، ملعقه كبيره عصير الليمون، اللي ما عندهاش تحط وش اسمه الخل لاسا بلاص، وثلاثة ملاعق كبيرة زيت، وواحدة تاع فرماج بنعتها لكم طابع هكا تاع فرماج زي ما ساموس ولا لافاش كيغي، تحطوا حتى زوز كعبات ولا فرماج طري، مغرفة كبيرة تاع فرماج طري اللي عندها، ولا حطيتها فوق البابي كويسون وحطيت عليها فيلم ودرتها بالقراصة باش تجيني متساوية، ودرت بالطابع هكا، اي طابع عندكم ولا بوشون ولا حاجة تقصوا به وتعدلوا هكا الاحراف وتحطوا في صحن، تحطوا في ولا في بلاطو حتى تكملوها كامل، ومن بعد تبداو تطيبوا. زيت تلموا هذيك اللحم هذاك تلموه وتعاودوا تطاليوه بالغلو وتطيبوا. يفو با تكون الطابع صغير بزاف باسكو في الكويسون زيدي تتلم اللحم، تتلم صافي باش ما تجيكمش صغيره صغيره على المينيام بورغر. فوالا وطيبوهم على نار متوسطه مش قليله باش الماء اللي في اللحم مرحي ما يخرجش، ومن بعد يجيكم شايح، هذا يجي طري على كيف اللحم. ما تسخنوها اليوم وغدوه هكا كلكو سكوند في الميكرووند، بنينه على كيف كيما الخبز كيما اللحم يبقاو طريين في زوز. انا الحق درتهم في صايبه عجبوهم الكل اللي ياكلوا، تلما في السمان اللي ولاتها عاود زيد درت لهم تاع الدار. ولا طيبوا الكميه كامله تاع لي تورنوتو وتحطوهم دو كوتي في صحن يبردوا. لهنا العجينه تاعي طلعت دات لي ساعه وربع، ضاعف الحجم تاعها ثلاثه مرات. ولا نحيوا لها الغاز شويه هكا ونلموها، فوالا جات ليس العجينه على الكيف. ولا ديغازيوها هكا شويه. انا لهنا كنت راح نعمل نصف كميه ميني باكيت ونصف كميه الاخرى ميني همبرغر، صافي قسمت العجينه على زوزة، ومن بعد ديت من العجينه تاع ميني همبرغر ميني باكيت كملت على الميني همبرغر، باسكو درت كميه لحم مرحي اكثر من كميه الدجاج. وانتم تعملوا واش تحبوا، الحشوه اللي تحبوا، المملحات اللي تحبوا. ولا لهنا تقصوها هكا طرف 30 غرام الطرف، تجيكم يعني ما شاء الله ما هي صغيره ما هي كبيره. ولا تقصوها كميه، وكميه الاخرى تغطيوها ببابي فيلم ولا ساشيه هكا باش ما تشيحش معاكم. ولا ديروها 30 غرام 30 غرام لابول، ولا ديروها كميه لاباس، وزيد تعاودوا زيد تقصوا. ولا تبرموا هكا في يدكم وتدوروا بالطريقه هذه، يجيوكم ليس لي بول على الكيف وملاح بيان دايرين. ولا كان حصلت هكا باش تقلعوها من اليد، ديروا صبعيكم هكا في الفارينه باش تتنحى فصيل من اليد. فوالا هكا وتحطوهم في بلاطو على بابي كويسون، بابي كويسون، وتحطوهم في بلاطو وتخليهم يخمروا هكاكا من 10 ل 15 دقيقه. انا لهنا الفور شعلته ديجا على 180 درجه، انا درت لهنا شاليغ تورنونت. ولهنا ندير لي ميني باغيت، حطيت بابي فيلم وهكا تسطحوها شويه وتبرموا العجينه هذيك وتسوديوا هذيك الفتحه هذيك هكا تقرصوها وتعدلوها باش تجي هكا دي ميني باغيت. ولا تعدلوهم وتحطوهم وتخليهم يخمروا. هم لهنا خمروا عندي ما كملت هذيك، كانت الاخرى
خمر تغطيتها بالسغفيات وتحطوه لهنا صفار بيضة، حطيت معاه زوز مغارف حليب ودهنت المملحات، دهنت الاخرى صح هي قاعده تطيب يبغاسك طابت عليها، درت البلاطو الاخر ما ديروهاش انا افانس فوالا. وتحطوا الزرار عليه، انا حطيت جلجلانيه بيضه فوالا، دات لي 15 دقيقه فوالا جاوا ما شاء الله فوالا. ومن بعد تفتحوا كي يكون برد كلش توجدوا السلطة، أو لهنا درت الكورنيشون باللاميل هكا، درت تما بلا ماندولين يجيو هكا ديفين ترانش فين، وتحطوا لي صوص اللي تحبوا. انا درت لهنا لا صوص تاع لامبوكر، وقصيت السلطة هكا وجدتها حضرتها والطماطم ولي بيك هذوك، حطيت فيهم زيتونة ولا فرماجة فوالا. كاينين نظمة تاع اللوح وسي، تحطوا فيهم زيتونة ولا فرماج وتحضروا كيما هكا. وتنجموا لهنا نعطيلكم موديل من بعد، وليت ندير بكمية كبيرة تقصوهم كاملين، ومن بعد كيما اللي درت للشوخت قبل لك شفتوه الفيديو القصير اللي درته طريقة كيفاش خدمت ولا. تحطوا لي صوص اللي تحبوا عليها، سلطة وطماطم ولا الطغنودو تاعكم، ولا هنا الفرماج تاع لي ترانش هذا تاع لامبوكر قصوه على ربع وترمكشه من صغار ولا هكا ولا. لهنا عندي كوب تاع ليمونطال فرماج، تحطو من الفوق تزينو بزيتونه كحلكم تحبوا. ولهنا لي ميني باكيت حطيت لهم مايونيز تنجموا تعملوا بخيت، تنوعوا في الحشوات اللي تحبوا، تنجموا ديروا بالطن وسي ولا. حطيت لهنا سلطة والدجاج برك يعني تعبات ديجا. فوالا هذه كانت وصفة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. لكن عجبتكم نزيدي با باللايكات وبارطاجي لا فيديو، ونقولكم مع وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.